السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي يا جماعة. احنا النهاردة اليوم الثالث او الثاني في تصفيات امم افريقيا، ولحد دلوقتي انا ما اتكلمتش على اي منتخب افريقي، وبصراحة كده انا منتظر اتفرج على المنتخب المغربي لاني مؤمن باداء المنتخب المغربي. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. احنا ما بنحسدش يا جماعة، فريق بيمتع الكورة، فريق فيه اشتكى والوزة واستكى. يعني ايه اشتكى والوزة واستكى؟ يعني انا مش عارف، بس هو يعني معناه حلو. يعني هو ان انت بتلخبط لي الدنيا كده، بتديني وجبه كرويه دسمه كده، تدخل تتفرج على الجمل الدفاعيه والجمل الهجوميه بتستمتع. تقول لي عبد الصمد الزلزولي، تقول لي اشرف حكيمي، تقول لي سفيان رحيم، لعيبه عندها سرعات وبتعمل جمل متغيره، بتهشتك هشتك يا اخوانا كده، تحس ان الكوره ليها طعم. صح صح، يعني مفيش اسلوب دفاعي بالشكل العقيم بتاع زمان افريقيا والكلام ده خالص. تحس ان المنتخب المغربي يعني فريق اوروبي، فريق اوروبي بيلعب في افريقيا، كوره اوروبيه بتتنقل عندك كده بمتعه، بتستمتع وانت بتتفرج عليها من اول الكوره ما بتوصل لياسين بونو لغايه ما توصل لراس الحربه سفير رحيمي او اي لاعب بيلعب راس حربه هناك. ما تعرفش عبد الصمد الزلزولي لعيب مهاري كبير جدا، اشرف حكيمي مهاري، خط الوسط انا مش عايز اقول لك ايه، انت في كام لاعب؟ مش عارف ابراهيم دياز هيلعب ولا مش هيلعب، لان هو النهارده هو بيلعب المنتخب الجابوني، والمنتخب الجابوني على قده على قده. يعني ايه مثلا النهارده يلعبوا بسم الله ما شاء الله واحده ايه اشتكى بشتكى واحده واحده على المنتخب الجابوني، وهيلعبوا بطريقه وتجربة. او عاوز اقول لك ان المنتخب المغربي في المباريات اللي زي دي بيجرب، بيحاول يشوف اللعيبه اللي هتصلح، لانه مش هي دي طموح المنتخب المغربي على فكره. يعني احنا شفنا منتخب، بص من بعد كاس العالم والواحد كان متابع المنتخب المغربي، لو احنا بقى عندنا منتخب ربنا يبارك قادر ان هو يحطنا في المصاف العالميه، المنتخب المغربي والاداء اللي هو بيلعب بيه، وما تقوليش بقى خرج من فرنسا، ده كان ممكن يعدي فرنسا، بس احنا ما كناش مصدقين النتيجة اللي حققها ووصل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي. احنا مش مصدقين في الوقت نفسه، لو يدوا فرصة لمنتخب عربي او افريقي يوصل للنهائي المنتخب المغربي قادر يعملها ان شاء الله باذن الله، واحنا هندعمه واحنا وراه بفضل الله سبحانه وتعالى على الاداء اللي بيعمله ده. انت شوف كم جملة اتعملت في كاس العالم بروعة، شوف طلع كم منتخب. لما تقول لي طلع اسبانيا اللي هي بتاخد يورو دلوقتي، وطلع المنتخب البرتغالي، وطلع وطلع وطلع، امكانيات عالمية موجودة في منتخب عربي يشرفنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله. انا النهاردة هتقول لي مثلا منتخب مصر منتخبي هيلعب النهاردة، انا مش مستنيه، انا مش مستنيه، لان احنا بس بصراحة يعني الكورة بسم الله ما شاء الله في تقدم، وتغلبنا من المغرب 6-0، وقادرين نعدل النتيجة دي ونتغلب 4 أو 5 إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.